التحرير المجيدة تحت شعار نوفمبر مع المستفيدين من مختلف سياقي. بمناسبة الذكرى السابعة لاندلاع الثورة الجزائرية المجيدة وتنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية بخصوص دعم الحظيرة السكنية عبر مختلف ولايات الوطن، ساهمت اليوم ديوان ترقية وتسريع العقاري لولاية غردايا في 88 سكن عمومي إيجاري عبر مختلف بلديات الولاية. وبهذه المناسبة نوجه جميع الشكر والتقدير لأبائنا وأجدادنا المجاهدين، تحيا الجزائر ونجد الخلود للشهداء الأبرار. بمناسبة الثورة التحريرية الذكرى السابعين أتقدم بالشكر لكل من ساهم في إحياء هذه الحفل وبالتوفيق لمن الجميع إن شاء الله.